كانت هناك لنا عملية في شمال شرق سامراء وفي شرق سامراء وفي جنوب غرب سامراء وفي غرب سامراء، فكل هذه العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى وبهمة الشجعان المجاهدين من أبطال سرايا السلام تمت بنجاح، وقد حصلنا على كثير من الأمور وكثير من القضايا، وكانت هذه العمليات هي ضرب الداعش في الصميم، وقدرنا نحصل على كثير من المضافات وعلى كثير من المعلومات، وفشلنا أكثر من مخطط كان في غايته وفي دوره أن كيفية بأنه إرباك عملية الزيارة وكيفية بأنه إيصال الإيذاء إلى هذه الزوار والحشود التي جاءت إلى زيارة الإمام سلام الله عليه. هذا على المستوى العسكري، أما على المستوى التنظيمي استطاع سرايا السلام عمليات سامراء المقدسة بنشر أكثر من 8000 مجاهد من سرايا السلام وهم منتشرين من سيطرة العبايتي باتجاه سامراء.